عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا من بين الخضر اللي كيمكننا نحضروا بهم الكيك، اليوم ان شاء الله نحضروا الكيكه بالقرعه الخضراء اللي صراحه كتجي لذيذه بزاف، وبطريقه اللي تشوفوا معايا سهله وبسيطه بالمقادير ايضا اللي هما ساهلين وبسط، واللي كيمكننا نحضروا هذا الكيك بشكل يومي لانه ساهل وايضا كيمكننا نحتفظوا به في المجمد كيبقى مزيان. دابا نخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير اللي نحتاجو، عندي هنا جوج معلق كبار ديال الحليب العادي، عندي هنا 80 غرام ديال الزبدة طرية، عندي هنا 190 غرام ديال السكر السنيدة، وهنا عندي 250 غرام ديال الكوسة أو القرعة الخضراء، عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، عندي هنا 30 غرام ديال الزبيب، وعندي 3 ديال البيضات. هنا عندي جوج خنيشات ديال خميرة الحلوى اللي المجموع ديالهم 16 غرام، وعندي 7 غرام ديال السكر فاني اللي كيمكنكم تعوضوه بنكهة الفاني. هادو هما المقادير ومكونات، ودابا نمروا لطريقة التحضير. وهنا اول حاجه كناخذ الحكاكه من جهه رقيقه، وكناخذ القرعه ديالنا اولا الكوسه، هنا من بعد ما كنكونوا غسلناها ونقيناها وعبرنا القياس اللي هو 250 غرام، هنا كنحكوها مزيان في الجهه الرقيقه، وكيف كنعرفوا فهي كيكون فيها واحد نسبه كبيره ديال الماء، هنا ضروري اننا كنعصروها مزيان لان حنا نستعملوها في الكيك، ما خصناش تجينا كيكه ديالنا فاسكه من الداخل، يعني ضروري خصنا نعصروها مزيان. هنا في الإناء آخر أو في الخلاط الكهربائي كنضيف هنا عندي الزبدة الطرية، يعني من الأحسن تكون النوعية الجيدة هدا باش كتجينا الكيكة والمذاق ديالها مزيان، القياس اللي هو 80 غرام. عندي هنا ضفت عليها خنيشة ديال السكر فاني أولا 7 غرام، كنضيف ليها واحد شوية ديال الملحة، وكنضيف 190 غرام ديال السكر سنيدة، وهنايا كنطربو مزيان حتى كيتخلط ليا السكر مع الزبدة. ودابا من بعد ما خلطنا السكر مع الزبده مزيان، هنا كنضيفوا البيض ديالنا. هنا كيف قلنا في الاول عندنا 3 ديال البيضات، هنا كنضيف وحده بوحده، وانا كنطرب يعني ما كنوقفش من التطرب، وكنبقى نضيف بيضه وحده وكنطرب يعني حتى كتخلط مزيان، وكنضيف بيضه ثانيه، وهيدا حتى كنكمل القياس ديالي اللي هو 3 ديال البيضات. ودابا كنضيف الحليب اللي هو قياس ديال جوج معالق كبار، وكنضيف الزبيب. بالنسبه للزبيب فانا عندي مرطب في الماء مقبل وخليته الصراحه انا هيدا صحيح، كيمكنكم هيدا تقطعوه طريفات او يمكنكم تخليوه صحيح، وكنضيفو الخليط وكنخلط غير واحد شويه. وهنا من بعد ما كنكونوا خلطنا كل شيء مزيان، هنا في الاخير كنضيفوا الكميه ديال الدقيق اللي عندنا اللي هي 250 غرام ديال الدقيق الابيض اللي كيكون خاص بالحلويات واللي سبق لي وغربلته من قبل. هنا كنضيفوا على الخليط، ومن بعد كنضيف خنيشه ديال الخميره الحلوى اللي هي المجموع ديالها 16 غرام. هنا ضروري كنغربلوا الخميره ديالنا مزيان لان كنعرفوها يعني بالاخص دابا كيكون هذا الوقت بارد، فهي كتبقى يعني تعمد الكويرات هكا صغارين، فضروري كنغربلوها مزيان. انا من بعد ما كنضيف الخميره والدقيق فكنخلطوا الكيك ديالنا بالسباتولا، كنخلطوه مزيان من الفوق من تحت. وهنا من بعد ما كنكون خلطنا كلشي مزيان، هنايا في الاخير كنضيف القرعه الخضراء اللي سبقين وحكيناها وعصرناها من الماء مزيان اللي كان القياس ديالها 250 غرام، كنضيفوها على الخليط ديال الكيك وكنخلطوا مزيان حتى كينسجم كلشي. ودابا كناخذ المول ديالي اللي غنطيب فيه الكيك، انا كيمكن لكم تاخذوا اي مول عندكم. هنايا من بعد ما دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيتو بشويه ديال الدقيق، انا مباشره كنخويو الخليط ديال الكيك وكندخلو للفران بعد ما كنكونو سخناه من قبل على درجه الحراره 180 درجه، وكنخليو الكيكه ديالنا حتى كطيب وكتحمر مزيان، من بعد كنخرجوه.
هي بالنسبة للكيكة ديالنا بعد ما طابت مزيان كتجي بهذا الشكل هذا. هنا ضروري كنراقبوها، يعني كتكون ناشفة من الداخل مزيان، فكنخرجوها وكنقلبها. انا هنا مباشرة كنقلبها في الطبسيل ديال التقديم هيدا باش كتقلب لي بكل سهولة من المول ديالها، وكتجي على هذا الشكل هذا. وهنايا كنخليو الكيكه ديالنا حتى كتبرد. هنايا غنوجدو لاصوص ديالنا اللي غنزينو بها الكيكه، فهادي كتبقى اختياريه بالنسبه للتزيين. اول حاجه عندي هنايا الشوكولاتة الابيض العادي، هنايا من بعد ما دوبتو بالطريقه ديال الحمام مائي حتى كيدوب. بالنسبه للقياس فعندنا 200 غرام ديال الشوكولاتة الابيض. هنا كنضيف عليه واحد الياغورت بالمذاق ديال الفاني. هنا من بعد ما كنضيفو كنخلط مزيان حتى كينسجم لي داك الياغورت مع الشوكولات. هنا اذا بغيتو تستعملوا اي نكهه كيمكنكم تستعملوها، اولا كتخليوها هيدا فقط بالنكهه ديال الفاني ديال الياغورت. هنا كنخلط مزيان حتى كيدوب لي ديك الياغورت مع الشوكولات. وبالنسبه للشوكولات راه مازال عندي سخون واحد شويه. هي بعد ما كتكون برزت لينا الكيكه ديالنا مزيان، هنايا كناخدو لاصوص ديالنا اللي سبق لينا وجدناها اللي هي لاصوص ديال الياغورت، وكنسقيو بها الكيكه ديالنا مزيان. وهنايا كنقطع معكم واحد طريف ديال الكيك باش تشوفوه كيفاش كتجي من الداخل. الصراحه كتجي واحد الكيكه اللي كتجي خفيفه ولذيذه بزاف. الطريقه اللي شفتوا معايا طريقه سهله بسيطه بالنسبه للتزيين كيف قلت لكم، فكتستعملوا التزيين اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لهاد لاصوص هادي فهي كتجي الكيكه كتجي شارباها مزيان، وكتجي يعني فيها واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم. واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تعملوا الاعجاب، وايضا تبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، والسلام عليكم.